ضيفنا اليوم في الانترفيو استاذ العلاقات الدولية والقانون العام سي عدنان الإمام. الانترفيو استاذ، اهلا وسهلا بك. مرحبا بك وبكافة المستمعين. شكرا لك على قبول الدعوة. 15 نوفمبر 1988 من 36 سنة في الجزائر، المجلس الوطني الفلسطيني أعلن بصوت أبو عمار ياسر عرفات قيام دولة فلسطين. 36 سنة من بعد، الظرفية سواء في علاقة بالقضية أو الظرفية الدولية ليست في أحسن الأحوال أستاذ. طبعا هو تاريخ بطبيعة الحال معناها يعني فارق في يعني بالنسبة للقضية الفلسطينية، ولكن معناها لازم نذكره بالسياق نتاعه اللي جاء بعد الانتفاضة، معناها اللي بدأت في سنة 87، ثم معناها وقع الإعلان على الدولة هذه في 15 نوفمبر 1988 في عاصمة الجزائر، في الجزائر العاصمة. ولكن يعني القضية شهدت مراحل يعني متعددة، من أهمها مرحلة إبرام اتفاقية أوسلو اللي تحدث أثارها إلى يوم هذا، ثم تعثر مسار أوسلو ب اغتيال إسحاق رابين الوزير الأول الإسرائيلي الصهيوني. ومنذ ذلك التاريخ معناها نجم نقول للقضية الفلسطينية دخلت في نوع من النفق، معناها واللي يعني الشيء اللي وصلنا للوضعية اليوم. يعني نعرف اللي يعني السلطة الفلسطينية تحولت يعني في المنطقة هذه تحولت إلى نوع من حارس أمن إسرائيل، معناها واللي كونوا جميع مقومات معناها السيادة قعدت في يد الكيان الصهيوني، من ذلك يعني حتى يعني الجنرالي لكونه الكيان الصهيوني هو اللي يتقاضى الضرائب ثم يعيد دفعها للسلطة الفلسطينية. ولكن كثيرا ما استعمل الشيء هذايا لابتزاز السلطة الفلسطينية، حيث إذا تقوم بدورها في حراسة أمن الكيان الصهيوني فيقع معناها صرف نصيبها من الضرائب، وإذا ما يعني لم تقم بدورها على الوجه المطلوب يقع معناها حجب الأموال الضرائب عليها، بحيث شكل من أشكال المقايضة. يعني انتهينا في المسار هذا إلى مأزق معناها. والقضية الفلسطينية بطبيعة الحال هنالك يعني نظريا أولى اللي معترف بها من طرف العديد من الدول، ولها صفة الملاحظ في المنتظم الأممي، و معترف بها مثلا في المحكمة الجنائية الدولية كدولة، ولكن في واقع الأمر بطبيعة الحال ليس لها أي مقومات معناها أساسية متاع الدولة. ويعني في حقيقة الأمر يجب أن نعاين بكل وضوح أن المسار هذاك يعني اللي بدأ في عاصفة الجزائر العاصمة معناها وصل إلى طريق مسدود، وأن يعني الآفاق الوحيدة اللي بقى قدام القضية الفلسطينية هي آفاق المقاومة ولا شيء غير ذلك. وكل المسارات التي لا ترتبط بفكرة وبزخم المقاومة بطبيعة الحال لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تؤدي إلى شيء، خاصة وأنه هل كيان الضعيف اللي لا يملك أي مقوم من مقومات السيادة اللي هو السلطة الفلسطينية آيل إلى الزوال قريبا، بحكم أن البرنامج المقرر من طرف الحكومة الصهيونية والمدعوم من طرف ترامب الذي تعهد بذلك لنتنياهو يعني
يقضي بضم الضفة الغربية وبضم غزة وتصفية القضية الفلسطينية بصفة نهائية. يجب أن نستحضر وأن نعلم علم اليقين أن ترامب الذي اعترف بالقدس كعاصمة أبدية للكيان الصهيوني ضد آراء معناها أقرب المستشارين ليه معناها تعهد لنتنياهو بأن يصادق وأن يعترف له بضم الضفة الغربية وضم غزة إلى دولة الكيان معناها على غرار ما فعله الكيان بالنسبة لهضبة الجولان اللي ترامب اعترف خلال المدة الرئاسية الأولى التي قضاها اعترف بذلك الضم بضم الجولان أستاذ الكيان الصهيوني. أستاذ سفيان بن حميدة أتوجه لك بسؤال. أهلا أستاذ. طيب انت حكيت على الظروف الخارجية تقريبا اللي خلت اللي تفسر وهن الملف الفلسطيني، لكن نشوفوا لي فاكتور اندوجين، المشاكل الداخلية الداخلية على المستوى الفلسطيني وكذلك على المستوى العربي. على المستوى الفلسطيني من أسباب الوهن أيضا هو التناحر بين الفصائل الفلسطينية، إن واليوم صحيح الكلنا مع المقاومة، لكن حماس أضعفت السلطة الفلسطينية في فترة من فترات ولسنوات طويلة ساهمت في إضعاف السلطة الفلسطينية. على المستوى العربي ما نساوش أنه بدينا سنرميهم بهم في البحر، ولا لا 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 سلم لا تفاوض لا استسلام. وصلنا الى انه صفقة القرن، صفقة القرن برام واتفاقات والدول العربية اللي ما زالت ما عملتش تطبيع هي اللي وليت حاشم على روحها معناها باش انه ما تطبعش. دونك ما فماش اكن الظرف الدولي اللي 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 ضعف القضية الفلسطينية، فما المشاكل الداخلية الإقليمية العربية والفلسطينية. الفلسطينية هي بيتها ساهمت بشكل كبير في إضعاف الملف الفلسطيني. هو معناها بطبيعة الحال ثم كل منعرج صار وقت اللي بدا مسار أوسلو، مسار أوسلو ثم شق من الشعب الفلسطيني مؤيد. لكن قبله كان فما كامب ديفيد مؤيد لذلك، والشق اللي اعترض على مسار أوسلو بمرور الزمن طلع عنده الحق اللي كونه مسار أوسلو ماهوش باش يهز حتى نتيجة ملموسة وباش ينتهي وانتهى فعلا إلى مأزق وإلى وضعية لا يمكن أن تتطور. معناه هو ما مسار أوسلو بدأ كيف ما نقوله بتركيز السلطة الفلسطينية كسلطة وقتية في انتظار إبرام اتفاق نهائي، وهذا موقع موقع تنصيص عليه كتابة في الزوز اتفاقيات معناها اللي وقع إبرامها في هذا الشأن. ولكن من بعد تغيرت المعطيات من الجانب الإسرائيلي، تغيرت باغتيال رابين بتدبير من الدولة العميقة، خطر قبل اغتياله وقع لعنه من طرف مجموعة من الربيين، وقع إهدار دمه على مستوى عملوا فيه كيف ما نقوله نسميوها نحن فتوى دينية تهدر دمه إلى آخره. ف بطبيعة الحال المسار ذاك انتهى، وولات السلطة الفلسطينية رهينة لدى الحكومة الإسرائيلية، ووصل المسار هذا إلى مأزق وزاد كمل عليها وقتها شارون اللي عمل سلسلة من اغتيالات لكبار قادة منظمة التحرير الفلسطينية ولكبار قادة حماس كذلك، ولم يتردد في تصفية حتى الشيخ البنقعد الشيخ
أحمد ياسين، أحمد ياسين صاروخ. المقصود هنا هو أنه يعني من يعني بطبيعة الأشياء بشيقة انقسام في منعرج من هذا القبيل، يعني ثم ناس لا تؤمنوا بمسار وصلوا، ثم ناس امنت به، اللي امنوا به وصلوا، معناها وصلوا للحالة اللي هم عليها اليوم، اللي هم عبارة على ناس تخدم لحساب إسرائيل، عبارة على ناس عساسة تخدم عند الكيان الصهيوني. كان يأسوا مليح يخلصوهم، سامحوني في العبارات المبتذلة هذه، وكان ما يأسوش مليح ما يخلصوهمش، لدرجة اللي كيثم معناها يعني عمليات مقاومة ولا جزء من السلطة الفلسطينية يدينوا عمليات المقاومة هذه، معناها ومعناها كيف ما نقولوا أمر طبيعي جدا كونه يعني السواد الأعظم من الشعب الفلسطيني ينفصل على مسار أوسلو، على يعني على كيف ما نقولوا الإيمان بمسار تفاوضي مع الكيان الصهيوني، خاصة وأن هذا الكيان نجم نقولوا حتى على المستوى القانوني قطع مع كل التزامات تفاوضي إلى الأبد. أي لكن في هذا وقع اعتماد قانون في الكنيست، معناها قانون يعني يعتبر اللي كونه الدولة يعني الأرض الفلسطينية كلها ملك خاص لليهود، ووقع يعني تصنيف يعني مواطنين من درجة أولى اللي هم اليهود، ومواطنين من درجة ثانية اللي هم المسلمين والمسيحيين والدرز. ويعني يعتبر القانون هذا ينوار شيربلان مكتوب معناه اللي راهو مد الاستيطان في الضفة الغربية يعتبر مهمة وطنية مقدسة، وبحيث المقصود هو أنه يعني حكومة الكيان الصهيوني قطعت بصفة نهائية قانونيا مع أي نوع من أنواع التفاوض اللي يهدف إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية. لكن هذا في هذا الوضع لكن في هذا الوضع إذن اللي واضح برشا فيه أنه الكيان الصهيوني رافض لكل إمكانية للاعتراف بالحق الفلسطيني حتى في حدود الدنيا. كيفاش تفسر التسارع العربي للاعتراف والتطبيع مع الكيان الصهيوني اللي من المفروض انه في الظروف كما هذه واحد يشد شويه الجيم؟ باختصار سي عدنان هو أخذ يعني لازم واحد يعمل تيبولوجي نتاعها، معناها النظم العربيه ثم صنف اول اللي ولا منذ امد طويل يتعامل مع القضيه الفلسطينيه من منطلق مصالحه القوميه فقط، من منطلق مصالحه الخاصة. القضية الفلسطينية لا يعبأ بها ولا يكترث بها في حد ذاتها، يتعامل وفي هذا القاود والفريق استثناء بدرجة أقل سلطنة عمان ومصر اللي عندها خصوصية، خاطر مصر ما نجموش يعني نصنفوها فرد صنف، عندها خصوصياتها يعني تاريخ وما إلى ذلك. وثم صنف ثاني اللي يتعامل مع القضية الفلسطينية من منطلق مبدئي كالجزائر كتونس كالعراق كلبنان على المستوى الحكومة على الأقل بالنسبة للبنان كسوريا. لكن يعني انت قمت بال اللي هو ماشي ويتسع معناها بطبيعه الحال ما يعني يهمه بالنسبه لدول الخليج مثلا، اللي يهمها في الرفاهيه نتاعها وعندها مشاريع أستاذ مشتركه مع الكيان الصهيوني، كيف مثلا الكوريدور ايكونوميك هذايا اللي ينطلق من الهند ويوفى في حيفا واللي هو مشروع داخل فيه الولايات المتحدة والهند
والسعودية والإمارات والكيان الصهيوني. ومشروع كيف هذا بطبيعة الحال لازم فرشة سياسية، والفرشة السياسية هذه مرتبطة بضرورة التطبيع. ومعناها شكرا ليك أستاذ عدنان الإمام، أستاذ العلاقات الدولية والقانون العام. وكما دقق الحكومات هي اللي ماشية في التطبيع، لكن الشعوب راهي موضوع مختلف تماما. باش نختموا مع لوماج إبدو، عجز الميزانية مع زينب بن وخر. كل يوم